شيخ خالد، زي ما حضرتك سمعت معانا، يمكن انا استاذه اكرام كنا بنتكلم واحنا اول مره نسمع الحديث ده، اللي هو الحاله الوحيده اللي بيرد فيها ملك الموت عن قبض روح عبد من عباده لما بيلاقي بر الوالدين امامه. احنا عايزين نتكلم في النقطه دي، وعايزين نشوف جزاء البر بقى في الدنيا وجزاء البر في الاخره. صحيح. شوف يا استاذه ندى، الحقيقه يعني بر الوالدين وعقوق الوالدين من الامور التي لا يتركها الله عز وجل ليوم القيامه، من الأمور التي يأخذ الله بها في الدنيا. والحديث الذي رواه أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اثنان يعجر الله عقوبتهما لصاحبهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. البغي اللي هو الظلم والعياذ بالله، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. فإحنا نتجنب هذا الأمر، لأن دعوته مستجاب، ودعوة الأم ودعوة الأب مستجابة عند الله سبحانه. الأمر أما في الآخر بتخلي حتى في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه، يوسع له في حياته، ويبارك له في عمره، ويزيد له في أجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فليصل رحمه بين الأب والأم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في الآخرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو نائم، يقول حديث رواه السيدة عائشة وحديث صحيح في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رأيتني الليلة، هو شاف نفسه النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في الجنة، وإذ بصوت من القرآن الكريم لم أسمعه، صوت جميل من القرآن الكريم. فسأل النبي فسألت: من هذا الصوت؟ فقال: إنه حارثة ابن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه، سمعه النبي وهو يقرأ القرآن في جنة الله عز وجل، والجنة تحت أقدام الأمهات. ولا حديث في ذلك سريعا كثير. أنا عايزة أختم مع حضرتك عشان أروح للأستاذة إكرام. أنا عايزة كلمة أخيرة من حضرتك تقولها لكل اللي بيشوفونا النهاردة. اللي احنا عارفين ناس كتير جدا ما بتفتكرش امهاتها الا يوم عيد الام، تنزل تجيب لها الهدايا، وقبل عيد الام بتلاقي المحلات كلها غرقانه، العبايات والطرح والكوبايات والفناجيل وبتاع والحاجات دي كلها، وكل سنه وانت طيبه يا ماما. ممكن يكون بقاله سنه، سنه ولا سنتين ولا ثلاثه ما رفعش سماعه التليفون على امه يقول لها: انت فين يا امي؟ انت عايشه ولا لا؟ ولا انت بتعملي ايه؟ اقول ليس للام ولا الاب عيد يعرف به، ولا يوم ان انا ابرهما به، بل البر عند الله سبحانه وتعالى في كل لحظه وفي كل سنه، بالليل والنهار، في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين، الدعاء وصلة الأرحام ورضاء الوالدين. ويكون قبل أن نختم نقول الآباء: تقبيل اليد الأب والأم، عدم رفع الصوت أمامهما، عدم المشي أمامهم إلا للضرورة، عدم الجلوس قبلهم، حتى ما نقعدش قبل أمي، ربما عايزة تقعد على هذا الكرسي لا أجلس أمامها فيضايقها ذلك، لا أجلس قبلها ولا أمشي أمامها ولا أرفع صوت على أمي طول العام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اناديها باسمها، ما قلناش يا منى ولا يا فلانه، بل اناديها يا ماما او يا ست الكل او يا ست الحبايب كده. لا يناديها باسمها ولا يرفع صوته عليها، وان اختلف معها ولا يمشي قلنا قبلها، ولا يجلس قبلها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ياكل قبلها. اما ان كانت ما توفت او الاب او الام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لخصهم في خمس امور: يا رسول الله، هل علي شيء لوالدي ابرهما بهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما اللي هو الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.